اشترينا 9 دوانم وراح نبني دار بيها. اشتريت المكان يزرع بيها. نعم بيها مي وكهرباء كان بالمنقطع اللي هم واصلين هنا العتبة الحسينية. هذا اللي بعد زواجه بشهرين. نعم اللي بعد زواجه بشهرين استشهد. نعم واصلت العتبة يعني جاي مبعوث. اي بلي 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 هو الأخوة جابه. بس احنا بعد صندوق الإمام الحسين هذا لازم يفوح بالخيرات. كل يوم مؤسسة المر رحيم من بغداد هم. اي هم نفس الشيء هم طلعوا سواء العائلة هم نفس الشيء هم خيمة عايشين بس هم المؤسسة دي يبنوا لهم بيت. جزاكم الله خير. احنا صندوقنا يعني عبارة عن اشتراك شهري 10,000 دينار بس لكن وصلنا العدد 1900 يعني 19 مليون ما شاء الله بالشهر. اي بالشهر وتجينا يعني بعد هي بركات عندنا بالسماوة سيد حميد عندنا مجموعة ما شاء الله عندنا كربلاء عندنا بطويريج الحمد لله. البيت انأثث ونسلمه يعني مو بس مجرد بناشه يعني والأثاث غير الاشتراك الشهري ما شاء الله. عندنا حلقه وصل الشيخ مرتضى محتمد السيد السيستاني الله يحفظه من الشيخ كاظم بارك الله. احنا نوصل يعني هذا الخبر حتى يسر ان شاء الله ان شاء الله نكتب لكم في 10 ملايين هم الله يكون لهذا هم في المساهمه والنعم. طبعا مولاي انا خادمكم محتمد على حيور بغداد. حيور بغداد انا اليوم من 8 احنا كنا نفطر على عوائل الشهداء لواء على الاكبر 3 بيوت عندنا بطويريج. طبعا احنا انه هذا البناء بالصندوق ولكن عندنا شيء خارج الصندوق انه نأثث البيت ونكمله ونجهزه ونسلم المفتاح ونقول له احنا ولد السيد السيستاني. بارك الله فيكم. طبعا هاي كلمه احنا ابناء السيد السيستاني اخذنا اذن من سماحه الشيخ طارق البغدادي. نعم. السيد العميد هم كذلك عنده علم بهذا نحن ابناء السيد السيستاني. طلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن تخلف غازيا في أهله فقد غزا. نحن صندوق إسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي. هذا الصندوق يتكون من اشتراك شهري قدره 10,000 دينار. اليوم تشرفنا بزيارة سماحة الشيخ مهدي الكربلائي حفظه الله ورعاه. حقيقة تواجدنا في هذا المشروع رحابة صدر وسماحة الشيخ المتمثل بالعتبة الحسينية المباركة قدم له الدعم المادي والمعنوي ومباركته في هذا المشروع ودعائه. هذا المشروع مستمر إن شاء الله تكملة للفتوى المرجعية المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني أمد الله في عمره الشريف وأبقاه ذخرا للعراق والعراقيين بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اليوم الحمد لله والشكر قابلنا الشيخ والحمد لله والشكر قدم لنا الدعم المعنوي والدعم المادي. نشكر العتبة الحسينية والشيخ الله يحفظه الشيخ عبد المهدي الكربلائي اللي تبرع لهذا الصندوق المبارك صندوق إسكان عوائل شهداء الأشد الشعبي ب10 ملايين. وإن شاء الله يعني إن شاء الله قال راح أتواصل وياكم وإن شاء الله هذا أقل شيء نقدمه شهدائنا وحشدنا إن شاء الله والفتوى العظيمة باسم أبناء السيد السيستاني وباسم أعضاء صندوق إسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي. نشكر العتبة الحسينية وعلى رأسها فضيلة الشيخ مهدي الكربلائي الله يحفظه.